بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كأنه بيان لقوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول، وذلك بأنهم لما بلغهم كيد الأعداء وأنهم يهددونهم ويتوعدونهم بالرجوع إليهم، قال لهم الناس، وذلك أن رجلا من المشركين مر بأبي سفيان ومن معه وهم قافلون إلى مكة، فقالوا له: أخبر محمدا وأصحابه أننا راجعون إليهم لنستأصل بقيتهم. فيكون المراد بالناس شخص واحد، وقيل المراد بالناس جماعة من العرب مروا على أبي سفيان ومن معه فحملوهم هذه الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الناس هنا على بابه، وهو الجماعة، جماعة من الناس. والحاصل أن أبا سفيان أرسل رسالة شفهية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما مع شخص واحد وإما مع جماعة، يتوعده هو وأصحابه بالعودة إليهم والقضاء عليهم بزعمه. قال لهم الناس، إن الناس، المراد بالناس الثانية أبو سفيان ومن معه، إن الناس قد جمعوا لكم، أي جمعوا القوة والجنود، يريد القضاء عليكم. وهذا تهديد ووعيد في أن عدوكم ليس قليلا، وإنما هم جمع كثير، جمعوا لكم القوة والعتاد والرجال للقضاء عليكم. فاخشوهم، أي خافوا من بأسهم. هذا تهديد ببأس الكفار وقوة الكفار. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا أن قالوا حسبنا الله، أي الله جل وعلا كافينا وهو ولينا وناصرنا، ولا يهمنا تهديد الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى معنا. وهذا من باب التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله. ومن كان الله معه وكان الله ناصره فلا خوف عليه، ولكن هذا يحتاج إلى إيمان ويقين، وهذا متوفر عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم قالوا هذه الكلمة عن إيمان وعن يقين: حسبنا الله، أي الله جل وعلا كافينا وناصرنا وحامينا، فلا نعبأ بالتهديد ولا نخاف من الوعيد من الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الموكول إليه أمرنا والمفوض إليه أمرنا. وهذا من كمال الإيمان وكمال التوكل،
وهذا أمر مطلوب للمسلمين مع إعداد العدة وادخار القوة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالتوكل على الله والإيمان به لا بد منه وهو الأصل. وأيضا مع التوكل فالمسلمون يستعدون لعدوهم ولا يتخاذلون أو يضعفون أمام عدوهم إذا رأوه أقوى منهم وأكثر عدة، فلا يخوفهم هذا. قال الله سبحانه وتعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وذلك أنه لما بلغ أبا سفيان ومن معه من الكفار، لما بلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج واستعد لملاقاتهم، قالوا: ما فعل هذا إلا من قوة. وجاءهم رجل من خزاعة، وخزاعة كانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على كفرهم. جاءهم هذا الرجل، جاء إلى أبي سفيان وقال له: إن محمدا قد استعد ومعه وخرج معه أهل المدينة، وجاء بجمع غفير، ولا طاقة لكم بهم ولا يدان لكم بقتالهم. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى أن سخر هذا الرجل فهددهم. وكما قيل: الحرب خدعة. فعندما بلغهم هذا أوقع الله الرعب في قلوبهم، فقفلوا راجعين إلى مكة خائفين من أن يلحق بهم المسلمون، في خوف ووجل. انقلبوا بنعمة من الله، أجر وثواب وجزاء من الله سبحانه وتعالى، وفضل من الله. لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم تهديد عدوهم، ولم يصبهم شيء، ولكن هذا نتيجة التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله وعمل السبب، لأنهم خرجوا ما توكلوا على الله وقالوا حسبنا الله جلسوا في المدينة، لا، بل خرجوا، فهم مع توكلهم واعتمادهم على الله جل وعلا فعلوا السبب وخرجوا. فلما علم الله صدقهم وقوة إيمانهم وعلم ما في قلوبهم من التوكل على الله والإيمان الصادق، عند ذلك منحهم هذه النعمة وهذا الفضل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، والله ذو فضل عظيم. هذا أيضا وعد من الله سبحانه وتعالى بأن ما عنده من الأجر يوم القيامة والثواب يوم القيامة أكثر مما أعطاهم في الدنيا من النصر ودحر العدو. فالله جل وعلا عنده فضل عظيم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.